مصطفى ومنى. مصطفى ومنى بيحبوا بعض من ايام الجامعه، واستمر حبهم سنين وسنين، وفي يوم اتفقوا على الجواز. ايوه، اتفقوا انهم يتجوزوا ويكملوا حياتهم اللي جايه مع بعض. وفعلا اتقدم مصطفى لمنى واتجوزوا وخلفوا وعاشوا في تبات ونبات. تعالوا نشوف قصتهم بدات ازاي وانتهت ازاي. بس يا تامر انت وعلا العبوا كويس يا حبيبي، وما تشدوش اللعب من بعض. حاضر يا مام. بقول لك يا مصطفى، خلص التليفون عشان عايزك في حاجه. طيب سلام، انا هكلمك بعدين يا صاحبي. خير يا منى، في حاجه ولا ايه؟ كنا محتاجين شويه طلبات، وكنت محتاجه اغير الستاير والسجاد، ومحتاجه اجيب مكتب جديد وحاجات كده يعني. انت مش عارفه يا منى ان المرتب على القد، وكل ده كمان هياخد فلوس كتير، وانت عارفه ان الشغل يا دوب بيكفي البيت والولاد. يعني ايه يا استاذ؟ يعني انا كمان مطلوبش ومش ليا طلبات؟ يعني ازاي يعني؟ انا مش هينفع العيشه دي، انا محتاجه حاجات ولازم تلبيها لي وتنفذها لي. جرى ايه يا منى؟ هو انا كل ما اكلمك تتنرفزي وتتعصبي وتعلي في صوتك؟ وانا ما قلتش حاجه لكل ده على فكره. انا كل اللي بقوله ان المرتب يا دوب على القد يكفي، لازم تتعايشي مع الوضع. ويا ستي كل اول شهر هنجيب حاجه، مش كله ورا بعضه كده. حسي بيا بقى. نعم يا استاذ، وكل ده كمان وانا مش حاسه بيك؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ انت لازم تحس بيا انت، انا مش هينفع العيشه دي. بس بس بس، كل ده على ايه؟ ده البيت كله اهو وانا ماشي اصلا من وشك. من وشي؟ هي حصلت كمان الاسلوب المنايل ده؟ استنى هنا بكلمك. وبدات من هنا المشاكل تحصل بينهم، وزي كل زوج وزوجه مصريه طبعا، النكد شيء اساسي. ده طبعا على سبيل الهزار. انا بحبك قوي يا ماما. وانا كمان بحبك قوي يا لولا. سلام عليكم، ازيكم يا اولاد، عاملين ايه؟ بابا. يا بابا. اهلا، ازيك يا مصطفى، عامل ايه؟ الحمد لله يا منى، انا بقيت اهدى شويه، وعندي ليكي مفاجاه جميله جدا. انا جالي النهارده مكافاه في الشغل على المرتب، وهجيب لك كل اللي انت عايزاه يا ستي. بجد بجد يا مصطفى؟ ايوه كده، فرحني، بقالنا كتير ما سمعناش اخبار حلوه. مبروك يا حبيبي، الف مبروك. يا لو الايام كلها تبقى حلوه كده. ان شاء الله يا حبيبتي كل الايام هتبقى كويسه، بس بالهداوه وباللطف شويه وبالاحساس، وان شاء الله كل حاجه هتتلبى، وكل حاجه هتيجي، كل حاجه هتبقى تمام ان شاء الله. انت بس لازم تعرفي ان الحياه يوم حلو ويوم مر، وكل حاجه بتعدي وبتمر، بس احنا نحط قلبنا كده على قلب بعض، ونقدر تعب بعض يا حبيبتي. يا سلام يا سلام على الحكم. ماشي يا مصطفى، عندك حق يا سيدي، انا غلطانه. ترن 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 ترن. الو. ايوه يا منى، الولاد كويسين وكلكم تمام ولا في حاجه؟ لا يا حبيبي ما تقلقش، كلنا